طبعا المراسم تمت بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الوسط الفني اللي محاوطين الوسوف طوال هاليومين. فمن وقت الإعلان عن وفاة ابنه توجه عدد كبير منهم لبيته لتقديم واجب التعزية للوسوف وعائلته. الله يصبر قلبه وقلب أمه، إن شاء الله تكون نفسه بالسماء. مش وجعه لقاله لوحده، هو وجعنا كليتنا ووجع الشعب كله. إن شاء الله مسوي الجنة يكون نفسه بالسماء. أول شيء خسارة صار لقلنا لعائلته، لقاله لشبابه لبيه، العالم معلقة فيه كلها سوا لجورج وسوف، منه حد عادي. يوم حزين على لبنان وعلى كل الوطن العربي. امبارح كنت كل النهار أنا على السوشيال ميديا عم بتبع الأخبار وعم صلي من كل قلبي مثل ما كتار من الناس عم بيصلوا كانوا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ربنا أراده يكون فوق، فالله يرحمه إن شاء الله تكون نفسه بالسماء يا رب. كل الدعاء أنه الله يصبره هو وست مذيع، والله يلهمون الصبر والسلوان. وطبيعي بهزر في الحزين والمؤلم أنه يحرص عدد كبير من النجوم للحضور والقيام بواجب تعزية جورج وسوف ومواساته بهاليوم الصعب. هيدا غير موت، هيدا موت حدا ضنا، هيدا موت ابن. الله يصبر قلبه يا رب وياخد من عمرنا ويعطي أبو وديع، لأنه هالإنسان اللي أعطانا كل أهل العلم والأستاذي والفن. الله يرحمه، الكلام ما بيعبر عن الوجع. الله يقويك يا أبو وديع والله يطول بعمرك. بدي أقول له والله يصبره، يعني خبر مثل هيدا فاجأنا وفاجأ كل العالم العربي. ما بيستاهل أبو وديع وما بيستاهل وديع كمان بهالعمر هيدا، بهالشباب، بهالطيبة القلب اللي ما بعتقد ممكن تلاقي إنسان أطيب من قلبه. وحتى النجوم الشباب بدورهم حبوا أنه يقوموا بواجب العزاء مثل وليد الحلاني، بشار الجواد وعامر زيان. يعني الله يصبره ويصبر عائلته كلها يا رب. وبدي أقول له كمان شغلة لأبو وديع، أنه نحن كلنا أولاده ومثابة بي لإلي ومثابة بي للكل. بدي أقول الله يرحمه وإن شاء الله بتكون نفسه بالسماء يا رب، وبتكون خاتمة أحزانهم إن شاء الله. الله يصبرهم ويصبر قلبه لأبو وديع، لأنه بعرف قديش 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 عن جد متضايق، وخاصة على وودي لأنه بعرف أنه نقطة ضعف وودي. وودي ما كان شخص عادي، كان إنسان طيب وخلوق ومحترم، بحب الناس وبحب العالم، وكان صاحبي كتير. الله يرحمه ترابه. ووديع كان صديق الكل وخاصة والده جورج يلي دايما كان بجانبه بكل مراحله، واللي هو قطع من قلبه لجورج مثل ما كان دايما بيذكر بكل لقاءاته. هاد وودي، هاد دمعة عيني، هاد الغالي، هاد حبيب القلب جورج. وودي كان حده 24/24، كلنا منعرف هذا الشيء. بفترة من الفترات كنت أنا متواجد كمان. وديع كان الأمل، وديع كان الابن البكر، بس ولكن كان البي والصديق والخي والحبيب، وكان يحب دايما يكون كل شيء بيبسط أبو وديع يعمله إياه ويعمله إياه. تابعه خطوة خطوة على التليفون وقال له كنت بتجنن يا بي على الهواء، وحكينا مع بعض ونصحنا ما يعملها، لكن إرادة الله، الله يرحمه. وللأسف هالعملية أودت بحياة وديع اللي ما لحق يفرح حتى بعرسه. هلا صار عريس بالسماء، موضوع حساس، يعني جيت وبسته براسه لجورج وسوف وحسيت قديش داون، يعني ان شاء الله يا رب تمروا على الهين شوي على صحته لحتى يرجع يكون حد عائلته البقية، لانه عنده شباب بياخذوا العقل، صبيه ومرته، بقى موضوع قاسي جدا. الله يرحم وديع ويصبر ابو وديع وام وديع واخوه وديع، ان شاء الله بيكون مسوي الجنه، هيك ربنا اراد. الله يرحمه، وما في كلام يعبر قد ايه الزعل. وديع شاب ما بعرف كيف راح صراحة، والله يساعد أبو وديع ويساعد عائلته، الله يصبرهم. وبعتقد أبو وديع راح يضلوا صلب وقوي وراح يضلوا يبتسم رغم الألم، لأنه نحن بحاجة لإله. أنا للأسف ما تلاقيت بوديع، بس كان أبو وديع دايما يقول لي أنت بعمره لوديع، كان دايما يقول لي أنت متولد مثل وديع، بقى كأنه خلاص، يعني نحن يعني الوصوف خلاص صار، يعني نحن لقلنا كلنا بالنسبة له وديع. يعني بصراحة وهيدا حبيب قلبي وحبيبنا كلنا، ما بحياتنا سمعنا عنه إلا كل خير وكل كلمة طيبة. وديع
يعني وجعه وجعنا وحسين معه ضنا كتير غالي، هذه خسارة كتير كبيرة. إن شاء الله بتكون خيط مت أحزان أبو وديع وعائلته، وإن شاء الله يا رب ما بنسمع مثل هيك أخبار حزينة بقى. والخبر الحزين رجع ذكر نادين الراسي بوجعها بفقدان أخوه جورج الراسي يلي مو من زمان توفى بطريقة مؤلمة كمان. لهيك سألناها شو الكلمة اللي قالت له إياها لأبو وديع. قلت له ما في شيء بعزيك، قلت له بكي، قلت له زعل، قلت له حقه بيستاهل ينبكى، بيستاهل بيستاهل بيستاهل، بدك بس تصلي يا عمري والوجع لا ما رح يخف، بس أنت اللي حتقوى وحتحس بهذا الفرح العظيم، بس بلش تعمل كونكشن أنت وياه، العلاقة الأعظم بكتير من علاقته وياه. لا بس لا لا شك ما رح يروح الوجع. أما زياد برجي فكان بحالة صدمة كبيرة ودموعه كانت مسيطرة عليه بقوة، ولا هيك طبيعي ما كان عارف شو بده يحكي. والله عيب، والله عم بستحي أحكي. بالعكس كلمة مواسية بدي متبع عم نواسي الزلمة نحن وعائلته والناس كلها عم بتواسيهم. وأكيد أول الأشخاص يلي واقفين بجانب جورج والسوف هو نيشان. الله يرحمه ويرحم كل أمويتنا. اليوم كيس صعب مر. كيف تلقي الوصوف؟ أنت كنت مرافقه من الأول، أنت صديق قريب لألو. خبرنا شوي كيف تلقي الخبر، كيف عم بيصبروه الأهل والأصدقاء؟ مثل كل بي بيتلقى خبر فاجعه وفاة ابنه، بعتقد صعب كتير ندى، ووجوههم بتخبر عن وجعهم.